فوجدنا واحد بس بيصوم شهر رمضان، شهر رجب بكامله. انت بتعمل ليه كده؟ يقول والله انا بصوم الاثنين والخميس اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وصوم 13 و14 و15 اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والباقي قال طاعة لله تطوعا. خلاص انت في دائرة الشريعة. جميل. عايز تكسر منها يوم ماشي اكسر يوم، لانه ليس هناك الزام. عايز تصوم يعني لغاية يوم 15 وبعدين تسيب يوم او يومين وتكمل، ما فيش مانع. او تصوم كله ما فيش مانع، لاننا وجدنا ايضا هذا المعنى متفق مع قواعد العلماء فيما هو مستحدث ويمثل خطرا على العبادة، يمثل خطرا على التشريع، يمثل خطرا على الإنسان في أدائه. وجدنا بأن العلماء مثلا يقولون بأن قوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هذا التحذير في الحقيقة لابد أن يفهم في ضوء في موطنه وفي مكانه المحدد. وهو وأنا أقول لزملائنا يعني الذين يشددون على الناس ويعني يجعلون الذي يقبل على الطاعة يتراجع شوي، لا ده أنا أرجوك لما في هذا العصر لما حد يصوم سيبه خليه يصوم، لما حد يفعل الخير خليه يفعل الخير، حتى ولو لم يكن ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. البدعة الحسنة. ليه؟ لأن البدعة المقصودة في قوله إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا الموطن إنما هو في البدعة التي تؤدي إلى نقيض التشريع وتأتي على الشريعة بالبطلان وتخالف الشريعة، هذه هي البدعة المحرمة التي جميعا نحن جميعا نقف ضدها ونكافح ضدها ونبين للناس بأن هذه بدعة سيئة وبدعة ضلالة وبدعة محرمة. لكن أن تكون هناك بدعة من جنس ما شرعه الله سبحانه وتعالى ومن جنس ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما نحطها في دائرة الشريعة هل هي خارجة عنها ولا هي زيها زي اللي فات؟ نفس الجنس. يعني واحد بصيت لقيته بصلي ركعتين بين الظهر والعصر، وبعدين زود كمان ركعتين وزود كمان ركعتين ولا يضير شيء وزود كمان ركعتين، صلى 8 ركعات. فهنقول له ده اصل على فكره سيدنا رسول الله لم يفعل ذلك. يقول لي بس الصلاه اللي انا صليتها دي هل هي من جنس ما امر الله سبحانه وتعالى به ولا مختلفه؟ من نفس الجنس. من نفس الجنس الصلاه المامور بها. عظيم. خلاص يبقى هي في دائره الشريعه. والتطوع. وجدت واحد من الصالحين عامل وظيفه اليوم والليله. ايه وظيفه اليوم والليله؟ يعني عامل برمجه للزمن من ساعة ما يصحى من صلاة الفجر إلى أن ينام، بيعمل كذا وبيعمل كذا وعليه ورد كذا وبيذكر الله سبحانه وتعالى. فبنقول له أنت بتعمل إيه؟ على فكرة هذا النمط لم يأتي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية وبهذا العدد الذي تقول. يقول لكنني قرأت في القرآن الكريم، بيرد عليه يقول لكنني قرأت في القرآن الكريم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأنا وجدت اذكروا الله كثيرا على أي صيغة وعلى أي نحو وعلى أي في أي زمن وفي أي مكان وعلى أي هيئة كنت. فقلت له صدقت، لأن هذا المطلق الذي ورد واذكروا ورد مطلقا عن أن يقيد بزمن أو أن يقيد بحال أو أن يقيد بشخص أو أن يقيد بأي قيد، والأصل أن المطلق يبقى على إطلاقه. ولذلك الذي فعلته تؤيد هذه القواعد، كما يؤيده أن هذا من جنس ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم.